بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي شهر رمضان مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بحق محمد وآل محمد ها نحن سنكون اليوم مع ما يصطلح عليهما باللغة العربية ضمن مبنى الثنائيات اللغوية أو الإصطلاحية الأصمعان الفهم الذكي والرأي الحازم. الفهم الذكي ان يكون الانسان فاهما فهذه من لوازم ان يكون انسانا متفكرا رزقه الله عقلا يفكر فيه ويتفكر فيه ويتدبر الامور. لكن ان يكون فهمه ذكيا للامور ان يكون ثاقب الرأي والبصيره من جانب ثابت وراسخ الثوابت العقليه والعقائديه والاخلاقيه من جانب وملم بجوانب الامور قبل ان ينطق بالحكم كل هذا يدعوه الى ان يكون رايه حازما فبين فهم ذكي لقضيه وبين راي حازم فيها ستنسج علائق هذه الحلقه مره نسمع القران الكريم ماذا سيقول ومرة ننطلق الى رواية او قصة او حكمة وابحاث متعددة تاتيكم بهذه الحلقة او في هذه الحلقة باذنه تعالى. يبقى نقول ان الله عندما رزقنا بالعقل ووهبنا عقلا متفكرا اراد منا ان نرقى يوما بعد يوم. فالفارق بين الانسان وبقيه الحيوانات الناطقة ما هو؟ الحيوانات تسير بمسيره الفعل ورده الفعل. فتعلم ان الجوع نقيضه ان ياكل الحيوان، فيذهب بالغريزه الى الاكل، بل ان بعض الحيوانات الذكيه لها مناظير عمل خاصه او لها افاق فكر خاصه، الانسان قد ميزه الله بان لديه قابليه التفكر بالتفكير الذكي، فيكون فهمه ذكي للامور. هذا من جانب، الامر الاخر يا اخوان، الراي الحازم، الراي الحازم هناك له اشياء يعني له نقاط ايجابيه وعليه عوامل او نقاط سلبيه. النقطة الايجابية في الراي الحازم ان الراي الحازم فصل او قول فصل في لحظة مهمة. والنقطة السلبية بعض الاحيان ان كان هذا الراي الحازم غير مبني على فهم ذكي سيسبب خللين، الخلل الاول انه اضحى رأيا حازما سريعا من جانب لكنه مخطوء غير مناسب لذلك الموقف والأمر الآخر من الصعوبة التراجع دائما عن الآراء الحازمة بسبب أن الرأي الحازم مجال ومرونة التفكر فيه قد تكون ضيقة وقليلة إخواني أخواتي ها نحن ننطلق بالأبحاث إذ أنتقل الآن من حرم الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه الى اختي الحاجه ابتهاج في حرم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نجفه الاشرف في العتبه العلويه المقدسه الى تلك الرحاب النجفيه الى ذلك البحث القراني مع اختي ابتهاج ابقوا معنا السلام على سيد خير البريه السلام على القاضي بالحق العادل بالسوية، السلام على امير المؤمنين علي بن ابي طالب ورحمه الله وبركاته، والسلام على سيدي ومولاي حفيده الامام الرضا ورحمه الله وبركاته، وتحيه طيبه الى الاخ الزميل علي السوداني، تقبل الله الصيام والقيام وسائر الطاعات لكم ولمشاهدينا الكرام. الاصمعان الفهم الذكي والراي الحازم، هكذا جاءت في معاجم اللغه. ماذا جاء عنها في كتاب الله الحكيم اخترت في كتاب الله الحكيم قصه ما جرى بين ملكه سبا السيده بلقيس وبين نبي الله سليمان عليه سلام الله جاءت العديد من الايات تشير الى الحكمه وتمام الاقل لكن اخترنا هذا الامر لان فيه الحزم والراي الحازم والفهم الذكي لماذا عندما القي اليها كتاب سليمان وصفته فقالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم فوصفته بانه كريم فهذا الشيء يدل على رجاحه عقلها وقبل ان تلتقي نبي الله سليمان وفحوى الكتاب يقول انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ومع ذلك استشارت قومها فهذا أيضا يدل على رجاحة عقلها وذكائها فإنها تعتمد استشارة الحكماء فتضيف عقولا إلى عقلها فأجمعوا على أنه قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فقالوا لها نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين، مع انهم اشاروا اليها بالامر السيء وهو الحرب، فقالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك، تريدين حرب؟ نتحارب. فكان ردها دليل حكمتها اذ لم تتخذ تلك المشورة سبيلا، واعترضتهم بلطف حيث قالت: ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله فصدق الله مقالتها فقال عز وجل وكذلك يفعلون فكان رايها هذا هو الراجح وقد صدق الله مقالتها وهنا هي يعني تتمتع بالحكمه يعني ليس من الجبن انما هنالك سبب لعدم اقدامها على الحرب فكانت مشورتها ان ترسل اليه بهديه فاذا قبل تلك الهديه فهذا يدل على انه ملك وليس بنبي اما اذا رفض الهديه يعني هو صاحب مبدا وهو نبي ولا يرضى الا بان ياتوا مسلمين وبالفعل رفض نبي الله سليمان هديتهم فعاد رسولها يقص عليها قوه سليمان ومملكته ومقالته الحازمه حيث قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون هنا قررت تلك الملكه الحكيمه المتمتعه بالذكاء والفهم والحزم ان تسير اليه مع كبار مملكتها وحاشيتها لتصون نفسها ومملكتها من الدمار، فعلم سليمان من الله عز وجل انها قادمه اليه، فقال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، فوقع اختياره لمن عنده علم من الكتاب، فاتاه به قبل ان يرتد اليه طرفه، فعندها جاء ذلك العرش بطرفه عين من قبل هذا الذي اوتي علم من الكتاب. هنا قال نبي الله سليمان: نكروا لها عرشها ننظر، اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. هنا يتبين ان الفطنه والذكاء لها اثر في الهدايه. هي صاحبه فطنه وذكاء، لما شاهدت العرش فقالت فقيل لها: اهكذا عرشك؟ فقالت: كانه هو. لم تنكر باعتبار عرشها في بلدتها ولم تؤكد بانه هو بل شبهت كانه هو. واوتينا العلم من قبلها هذا الكلام الذي قالته فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو وهنا واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اوتينا العلم بكمال قدره الله وصحه نبوتك هذا كلام بلقيس هي قالته له إذا هي من قبل أن تأتي وتسير إليه أسلمت منذ أن ألقي إليها ذلك الكتاب الكريم وهذا الكلام طبعا البعض يقول وأتينا العلم من قبلها يفسرونه على أنه كلام الله هو كلام الله عن لسانها هي إذ قالت منذ وصفة الكتاب الكريم هي آمنت بما أنزل على سليمان هذا ما يسمح به الوقت واقتصرنا عدد من الايات التي تدل في هذه الايات في قصه نبي الله سليمان مع بلقيس الفهم الذكي والراي الحازم لتلك المراه التي تسمى بلقيس ملكه سبأ، والان ننتقل واياكم الى حرم الامام الحسين سلام الله عليه حيث زميلتي سعاد. شكر موصول للزميلة ابتهاج السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم من هنا من جنة الله في أرضه من حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وندعو لكم بقضاء الحوائج ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وأعمالكم إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ثنائيات سنتحدث عن الأصمعان وهما الفهم الذكي والراي الحازم الفطنه يعني الفهم وقد تفسر بالذكاء او الذكاء هو اهم اليات الفهم والفهم هو طريق العلم والمعرفه واليقين بل هو طريق السعاده والسياده في الدنيا والاخره وورد كثير من الاحاديث الوارده عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بخصوص الفطنه اي الفهم كما بينا لكم في بدايه الحديث لقد ورد في صفات المؤمن المؤمن كيس فطن حذر وذلك يبين لنا صفات المؤمن وهذه الصفات هي ان يكون هذا المؤمن فطن يحمل درجه عاليه من الذكاء والحذر فعندما يكون على حذر ويكون دائما يمتلك هذا الفهم الذكي وهذه الفطنه يستطيع ان يجتاز جميع الامور التي تعتري حياته اروي عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام انه قال قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لمه لمه من الشيطان ولمة من الملك، فلمة الملك الرقة والفهم، ولمة الشيطان السهو والقسوة، فالله سبحانه وتعالى وكل بالإنسان ملكين، هؤلاء الملكين يقومون بتذكير الإنسان بالله سبحانه وتعالى وأيضا يحذرون من ارتكاب المعاصي أما قرين السوء فهو دائما يوسوس للشيطان يوسوس هذا قرين السوء وهو الشيطان للإنسان حتى يعمل بارتكاب هذه المعاصي ويزين لها له هذه المعاصي وينسي ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا كان المؤمن قوي الإيمان والعقيدة، يمتلك هذه الفطنة والفهم الذكي، لا يستجيب إلى أمور الشر، بل يستجيب للأمور التي يكون فيها خير، ويبتعد ويتجنب هذا النجد وهو نجد الشر، حتى يستطيع التغلب عليه، أما الرأي الحازم، يجب أن يكون الإنسان لديه رأي حازم عندما يريد أن يقدم على الأمور يقول الإمام علي عليه الصلاة والسلام الرأي كثير والحزم قليل فأيضا هنالك حديث وارد عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول الحزم أن تستشير ذا الرأي في هذه الأحاديث يتبين لنا أن يكون لدى الإنسان حزم حتى يعمل حتى يصل إلى تحقيق احلامه واماله واهدافه، وكذلك يجب ان يكون مع الحزم استشاره عندما تستشير الاخرين تستطيع ان تنجز هذا العمل باتم صوره. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الفقره، دعونا نكمل باقي الفقرات وننتقل الى الزميله ازهار العسكري المتواجده في العتبه العسكريه المقدسه. شكرا لك أختي العزيزة سعاد ونرحب بكم مشاهدين الكرام من حرم الإمامين العسكريين عليهما أفضل الصلاة والسلام ونستثمر هذه الدقائق المباركة بالدعاء لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيته بروح القدس يا رب العالمين مشاهدين الكرام نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صيامكم وايضا ان يجعل حسن العاقبه لنا ولكم وان يكون ختام هذا الشعر الفضيل عتق من النار. في ثنائيات نتحدث اليوم عن الاصمعان الفهم الذكي والراي الحازم. يقول رسول الله صلى الله عليه واله ياتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. مشاهدينا الكرام لو نطلع على الجيل الحالي جيل سريع الاستيعاب وايضا في نفس الوقت يكون مرن لاستيعاب الكثير من الاشياء لكن لو وجهنا هؤلاء الشباب بالطريقه الصحيحه وبالاشياء المحببه اليهم لانتجنا الكثير من الشباب اللي يتبعون طريق الحق ويكونون اسوياء وصالحين، مثلا على سبيل المثال مجالس ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه والسلام او ولادات اهل البيت ويكون ايضا حين شهاداتهم عليهم افضل الصلاه والسلام، هذه المناسبات مهمه، لكن احنا نشوف شهر محرم ونستثمره افضل استثمار، لانه الشاب لما يروح المجلس ابو عبد الله سلام الله عليه ويسمع مواعظ ويسمع شنو الاشياء اللي يذكرها قد يكون رادود من كلمه تاثر بقلب هذا الشخص ويمكن يعقد قلبه على انه يغير من نفسه. مشاهدينا الكرام لابد ان يكون لنا راي حازم وفهم لقضيتنا الحقيقيه. دائما خلينا نتذكر موقف ابي الفضل العباس عليه الصلاه والسلام حينما ناداه شمر وعرض عليه الامان وطبعا ابي الفضل العباس سلام الله عليه واخوته رفضوا انه يستمعون لشمر لولا اشاره الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام له فقال اجبه وان كان فاسقا فاجابه ابي الفضل العباس فقال له شمر لعنه الله عليه انه لكم الامان يا بنو اختنا فهنا لعنه ابي الفضل العباس وقال له اتؤمننا وابن رسول الله لا امان له شاب وشباب هم كانوا في واقعه الطف يمكن يكون بقلبه حب الدنيا لكنه اختار ان يموت مع امام زمانه وأن ينال السعادة الأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نمحص طريق الحق وأن نكون مع محمد وآل محمد ما حيينا. ننتقل بكم إلى الكاظمية المقدسة والزميلة آي علاء. شكرا لك زميلتي أزهار العسكرية، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية. واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا أرحم الراحمين نحييكم مشاهدين الكرام من أرض أسدي بغداد وتقبل الله صيامكم وقيامكم وقضى الله حوائجنا وحوائجكم بحق الإمامين الهمامين عليهما أفضل الصلاة والسلام قصتنا لهذا اليوم فيما يخص عنوان الأصمعان الفهم الذكي والرأي الحازم هي قصة ابن السكيت فمن هو؟ فلنقرأها نحن وإياكم سوية. ابن السكيت من أكبر علماء اللغة، وكان ديناً وخيراً ومؤدباً لابني الحاكم العباسي المتوكل، وكان المتوكل ناصبياً. فقال لابن السكيت يوماً وقد علم بتشيعه: أيما أحب إليك؟ ولداي المؤيد والمعتز أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن نعل قنبر خادم علي عليه السلام خير منك ومن ولديك. فقال المتوكل: سلوا لسانه من قفاه ففعلوا فمات من ساعته. المتوكل هنا يريد أن يقارن ابنيه بسبطي النبي محمد صلى الله عليه وآله وعندما يسأل ابن السكيت يهفو أي ياثر ويزل ويجيب بخلاف ما أراد المتوكل وهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها المتوكل بحق ابن السكيت لأنه رفض أن يفضل على من فضلهم الله سبحانه وتعالى والأدهى من ذلك هو وصف ابن السكيت بالعثرة لأنهم يريدوا أن يقولوا بطريقة غير مباشرة إن المتوكل محق في قتله لابن السكيت ولم يعثر كما عثر هو ابن السكيت عامل ما املاه عليه قلبه وإيمانه وولائه فكان خير مصداق لحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كان يعلم بظلم المتوكل وغطرسته لكنه رفض إصلاح دنياه وإفساد دينه وإرضاء الخليفة وإغضاب الله سبحانه وتعالى فقد كان صاحب فهم ذكي ورأي حازم واختار إحقاق الحق على نصرة الباطل وبهذا انتهت قصتنا لهذا اليوم نتمنى أن تكونوا استفدتوا مشاهدين الكرام من هذه القصة ننتقل نحن وإياكم إلى زميلة زينب وماذا عدت لنا من الجانب الاجتماعي؟ مثل ما دعوت لنا زميلة آية علاء وكثير من زميلاتي أيضا ندعو لكم ونحن بضيافة أبا الفضل سلام الله عليه وحتى نرتوي عطاءات كثيرة في برنامج ثنائيات الأصمعان الفهم الذكي والرأي الحازم وكيف عندما يجتمع الفهم مع الرأي حتى يحققون ويشكلون شيء ذات بعد حقيقي في حياتنا الاجتماعيه وله اثر في اول الاشياء واول الخطوات له اثر على الانسان نفسه لما تكون انت شخص فاهم بذكاء ولكنك لا تتعامل بحيله اطلاقا ولكنك تفهم الامور وتفككها بشكل ذكي وصالح وصحيح يكون لديك راي حازم في اتخاذ القرارات بعيدة المدى وقريبة المدى، وحتى التي تكون بشكل فجائي في حياتك. فعليك دائما كيف انه تنمي نفسك وتكون ذات مفهومية عالية، ومفهومية تصل إلى المفهومية الذكية. لا يقصد بذلك الفهم الذكي أنك فقط تفهم لهذه الأجهزة ولكنك لم تفهم عقلك ولم تفهم قلبك ولم تفهم روحك كيف تتعامل أنت كإنسان صالح لا كرابورت ممكن تتعامل فقط مع هذه الأجهزة الذكية ولكنك أنت في حقيقة الأمر قد ابتعدت عن صفاتك الإنسانية وأخذت نفسك ببعد آخر وأيضا الرأي الحازم كيف يكون كيف تكون آراءنا حازمة بشكل أنه إحنا مو فقط يكون رأينا حازم أنه لازم نطبق القرارات في شيء معين وقد يكون هذا القرار متحف بحق شخص معين أو نظلم شخصا معين يجب أن يكون هناك رأي حازم ورأي الحازم يحتاج إلى مفهومية عالية ويحتاج إلى روحية عالية يمتلكها بعض الشخصيات وبعض قادات الفرق الذين يشكلون الحصن لذلك الفريق لا يشكلون ذلك القيد لهذا الفريق كيف ممكن يكون الانسان اولا قائدا لنفسه حتى يستطيع انه يقود الاخرين عبر الفهم الذكي ورايه الحازم وليس فقط انه يكون عنده راي يصدر بحق الاخرين ويطلق على نفسه انه هو فاهم الامور صح ولكن في حقيقه الامر هو اخذ الامور فقط من منظوره الشخصي ولم يتطرق الى مفهوم الاخرين ولم يكلف نفسه حتى بان يستمع الى الاخرين ووجهات نظرهم وافكارهم ومفهوميتهم كيف راح تكون؟ فاخذ الراي وكان رايه مع الاسف الشديد غير حازم في هذا الشان وهذا المجال. الراي الحازم يحتاج الى فهم ذكي ويحتاج الى مفهوميه عاليه لهذا الانسان الذي يجب ان يكون قائد لنفسه. ومن ثم للاخرين في الاصمعان انتهيت انا وما زال الجزء آه الختامي مع الزميل علي السوداني سانقلكم الى ضريح آه الامام الرضا سلام الله عليه وودع واسال الدعاء الى جميع زملائي وايضا ممن يشاهدنا ورمضان خير وبركه عليكم ان شاء الله اخوتي اخواتي شكرا جزيلا لكم شكرا اختي زينب شكرا لكل الاخوات شكرا لكل من ساهم في هذه الحلقات. في الاشارات القرانيه الوارده الى الفهم الذكي والراي الحازم وجدنا ان هناك فهما ذكيا يدعون الاسلام اليه. وجدنا ان هناك رايا حازما يدعون الاسلام الى ان نتخذه لكن وفق الضوابط والمحددات او المحددات لو صح هذا التعبير. في الروايات وجدنا ان القول القراني قد فسر. فدعتنا الشريعة المقدسة دعتنا سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سنة محمد صلى الله عليه وآله سيرتهم العملية إلى أن يكون فهمنا ذكي للمواقف ورأينا حازم وفق المنطلقات العقلائية السليمة والأخلاقية الرصينة طبعا وكانت القصة والحكمة والعبرة أيضا تدعونا إلى اتخاذ الإسلام سبيلا في فهم ذكي ورأي حازم في المواقف وكان الجانب المهدوي والجانب الأخلاقي يعضدان ما تقدم من كلام قراني وروائي وقصصي حكمي. ها انا اختم لاقول نسال الله تبارك وتعالى ان نرزق واياكم فهما ذكيا للمواقف ورايا حازما يكون ضمن دائره رضا الله عز وجل. ختاما الى حلقه قادمه يوم غد باذنه تعالى نستودعكم في حفظ الله وامنه ورعايته.